تصيب الاضطرابات النفسية مئات الملايين حول العالم وتؤثر في حياة أحبائهم، ويعاني شخص واحد من كل 4 أشخاص من مرض نفسي في وقت ما من حياته، ويعد الاكتئاب من أهم مسببات العجز عالمياً. أحد أصدقائي عانى من حالة اكتئاب، وكان واحدة من أصعب الأشياء أنه نحن ننتبه أنه بلش يفوت في مرحلة الاكتئاب. كان بلش تطلع عليه عوارض انسحاب وبعض السلوكيات اللي بدنا نحكي انطوائية إلى حد ما، ما في تقبل للآخرين، في نوع من الحزن اللي استمر عليه، فأنه ننتبه للأعراض كانت واحدة من أصعب الأشياء. يقدر عدد المصابين بالاكتئاب محلياً من الأردنيين 200,000 شخص، فيما يبلغ عدد الذين يعانون من الاكتئاب عالمياً حوالي 350 مليون شخص. ومع أن أعداداً هائلة تقع ضحية هذه الأمراض، لا يزال المصابون يتكتمون على حالاتهم أو يهملونها أو يتعرضون لمعاملة ظالمة بسببها وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. ما لازم ننكر وجود هذا الشيء، لانه انكاره رح يزيد الضغط على هذا الشخص، رح يحس حاله بعزله اكبر، ورح يحس حاله انه الناس اللي حواليه مش متفاهمين وضعه، فرح يزيد الاكتئاب معه. مهم كثير انه نتواصل معه، ضلنا نتواصل نفهم ايش الوضع، وانه سوا او مع بعض نقرر مين احسن جهه نروح نساله عن هذا الموضوع. ويؤكد الأطباء أنه كلما زاد الضغط النفسي على الفرد انخفضت الصحة العامة لديه، بينما انخفاض الضغط النفسي يترتب عليه الحصول على صحة جيدة، ويعود السبب في ذلك إلى التغيرات الفسيولوجية في الجسم، فأي تأثير نفسي يكون أشبه بحدس إنذار يترتب عليه ردود فعل في معظم أجزاء الجسم. للأسف معظم الأمراض العضوية اللي عم نشوفها بالعيادات هي أساسها نفسي، مثل أمراض الصداع، أمراض التعب العام المزمن، أمراض الأوجاع بشكل عام، العضلات وأمراض خلينا نحكي العصبية، القولون العصبي، وللأسف السترس المزمن أو الإحباط المزمن بيؤدي لأمراض قلب، أمراض شرايين، تصلب. ففي كتير دراسات بتحكي أنه أكثر من 60% من الأمراض العضوية هي أساسها عدم استقرار نفسي للأسف. رايا يعقوب الغد.